لا يوجد أحد من الناس إلا وهو يتأثر من إساءة الناس إليه. هذه في أصل بشرية الإنسان. الله سبحانه يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أي بما يقوله الكفار عنك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أنا لا أتأثر بكلام الناس ولا، هذا في الحقيقة يعني عنده مشكلة في بشريته. فالحقيقة المشكلة ليست في أننا نتأثر في من إساءة الناس لنا، لا، المشكلة أننا نبالغ في ردة الفعل. المعنى أن الناس لابد أن يختصموا فيك بين محسن ومسيء إليك. اجعل هذا القناعة في رأسك، فلا تعطي الإساءة أكبر من حجمها. نعم تتأثر بهذا القول السيء الذي قيل عنك، لكن لا تبالغ في ردة الفعل والاهتمام فيها. يروى أن رجلا جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك. فقال أبو بكر: يدخل معك ولا يدخل معي. باختصار يعني، وهناك رجل عاقل حكيم سبه آخر فلم يرد عليه، قال الساب: إياك أعني. فقال الحكيم: وعنك أعرض. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من السماء ويرى الصدق في وجهه ما سلم من طعن الناس ولا من سبهم ولا بالطعن في عرضه حتى. إذا تضايقت من إساءة أحد من الناس أبشرك، ترى مفتاح الجنة ما هو بيده، مفتاح الجنة بيد الله، يعني هونها. ولا بد أن تعلم أنك لست بملزم أن ترد على كل إساءة موجهة لك، ومن ظن فيك بسوء خل على ظنه. يكفيك أن الله يعلم صلاح نيتك وحسن قصدك، والله اللي بيده الجنة والنار.